مرحبا من المطبخ. هذا الشيء اللي بدي اعمله اليوم كان نفسي من زمان اعمله بمحمد، واللي هو رح اتحدى انه يعمل لنا الطبخ اليوم، لانه طبعا محمد لا بيعرف يطبخ لا بيعرف يقشر، فمشان هيك لنشوف اذا رح نتغدى اليوم ولا رح ناكل من برا. طبعا هو هلا قاعد ومريح ومن الصبح عم يسالني شو بدنا نتغدى اليوم، فتعالوا خلونا نطب عليه ونفاجئه بشو رح نتغدى اليوم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ليش عم تصوري؟ في إنا عندك في موال بدك تغني. والله عاجبني شكلك أنت وقاعد ومريح. مالي مريح، قاعد عم بشتغل. شو حابب تتغدى اليوم؟ ما قلت لي. على ذوقك. على ذوقي. طيب تعال لورجيك شو بدنا نتغدى اليوم. مالي فاضي عم بشتغل. تعال معي بس. عندي لك تحدي. شو هالحكي؟ ولنشوف اذا رح تطلع قد التحدي ولا لا. اكيد لا. شكلك فهمت الطبخة شوية. لا تقولي لي بدك تطبخ. شو عرفك؟ لا انا بعرف افصولك، انت عم تتحديني بهالشغلة الصعبة علي، ما عارف. اسمع، رح سهل الطبخة عليك. ايه؟ مشان تحاول تزبطها قد ما فيك، وعلى فكرة طبخة انت كتير بتحبها ودائما بتطلبها. ايه؟ فالاقل شيء يعني انه تعرف تعملها. اكيد رز بازاليا. يا عيني يا عيني. بعرف اكلها ما بعرف اطبخها. هلا هي كتير بسيطة وسهلة. وين الرز؟ يلا دور. لا رز هون. انا ما رح اتدخل على فكرة. لا تدخل. مشان اذا ربحت تكون بتستاهل اللحية. خليكي شلون بعرف اطبخ انا. يلا لشوف. بتحبي بالسمنة ولا بالزيت؟ لا بالسمنة طبعا. قال بالزيت. هاي الرز. يا عيني عليك. انا برأيي ما تكتر مشان ما ينكبر. هاي اول شيء حطينا الرزات. رح فرجيها لمروة. يا عيني عليك يا شيخ، انت خفة علينا. هاي نقعنا الرز، بس قديش لازم نستنى؟ والله ما بعرف، بس اعطيني اول خطوة بلش فيها امانة. فكر. يعني بعد ما نقعت الرز من وين بدي بلش؟ بشغل الغاز. هلا انت همك تشغل الغاز. طيب بنطلع البازاليا من الفريزر. والله بين ما يخلص انا رح اقعد اتسلى شوي بالبرازه والغريبه، لانه غالبا ما رح نتغدى اليوم. ما رح تتغدي وحياتك، لا تاكلي اطيب اكله رز ببازاليا. يلا ان شاء الله متمنيه. انت حاطه طنجرة اخر شيء. عم بنبيحي طنجرة. لا اكيد عم بتنقص. لا والله مشان تكفي الطبخة أربع أشخاص نحن. رجع رجع. أنا شو بعرفني شو بيلزق الرز وشو ما بيلزق؟ يلا هاي اللي بإيدك صح. هاي صح؟ ومنيحة. يعني هيك عم تساعدني. هي عم ساعدك. هي مساعدة ببلاش. هلا بدنا نصفي المي. لا هون المي. أنا ما بعرف إذا صار الرز منيح هيك. نصفي المي. إيه نصفي المي. أوكي خليه يصفي هيك. حطها هيك. لا تزحطي، لا تمزحي معي. متوتر خلقة. هدي خليها هيك تصفي. والله شكلك بتعرف تطبخ انت، بس كنت تضحك علي انه ما بتعرف تعمل. لك انا كينج بكل شيء، بالطبخ بالنفخ بشو ما بدك. ميرا وماريا شو بتقولوا، بابا رح يعرف يطبخ ولا لا؟ يعني رح يطلع اكله طيب؟ ايه. يا سلام، والله شكلكم انتوا التيم اللي مع بابا. يلا هلا بنشوف. شوفوا مين فاق، شوفوا مين فاق. صح النوم. تاكل رز بازاليا من ايد بابا. شكله رافض للموضوع. هلا بنسقط الرز. هلا انت اول شيء حطيت الرز. يا سلام. في شيء خطوه بالرز؟ خلص انت كمل. امانه برقبتك. في شيء خطوه؟ نحط شعيريه. ايش بدك تعمل شعفريه انت؟
طب بشرفك، حدا ما بيعرف يعمل رز ببازاليا؟ والله ما بعرف اعملها، يعني يمكن بحياتي طبخت لك مره واحده. هذا الحكي من 7 سنين. ويا ريتك ما طبخت. من 7 سنين يمكن طبخت. شو اذا بيضه ما بعرف سامي انا. حلو انك تفكر بالموضوع، لازم تتعلم. طيب بس اللي بس الخطوه اللي بعدها شو بعمل؟ طب اسمها رز بازاليا، يعني انت شو حطيت لي رز عم نار وقاعد عم يقلي الرز يعني؟ يعني هلا بس سمنه هو حاطط مبدئيا. طيب يعني شو بده يصير؟ طيب حط البازاليا، حط البازاليا بس خايف تطش السمنه. سقطنا البازاليا فوق الرزات ومنحرك. اوه يا سلام، بلش الشغل. ايه هلا طبعا انت حطيت الرز وبازاليا ومغطيه وعم تستنى. طب شو عم تستنى هلا؟ عم استناها تختمر. تختمر يعني شو؟ طب كيف يعني بتستوي؟ هيك بتستوي خلاص. طب سؤال، هو الرز بازاليا من شو بتتكون؟ رز وبازاليا. طيب وشو كمان؟ لحمه. طب وين اللحمه؟ ايوه بس بنحط ملح اول يمكن، صح؟ طب اللحمه وين؟ اللحمة. صرت محرك شي 20 مرة. هلا انت شو دخلك؟ انت لا توقفي جنبي عم تشوفي. طب انا رجعت لسؤالي، وين اللحمة؟ اي صح اللحمة. صح اللحمة. كمان بدك تحطها بدون لحمة؟ لحمة. لا ما تشقشق. ما شو شو يا الله، شو بكره هالعادة فيه؟ طيب كله شق. ما انت رح ترجعي تسكريها بنيل لون جديد. ليك خلص هيك من طرفها وخلص تاخذ اللي بدك اياه. اللحمة. هيك؟ والله هيك. هيك بدك تحط اللحمة. أماني بس هي الخطوة ساعديني فيها. هلا بسمعكم عم تقولوا بنسلق اللحمة. بنسلق. هي بدك تسلقها كمان، هي لحمة ناعمة. لحمة ناعمة. طبعا على فكرة أنا غششته هاي الخطوة وقلت له لازم تقلي اللحمة بالأول قلي. ولا كان يعني في خبصة. لا مو أنت غششتيني. والله أنا غششتك. لا مو غششتيني. والله أنا غششتك. ما كنت حتعملها. قال بده يسلق اللحمة، هي لحمة ناعمة هالقد بده يسلقها. إيه بدي يسلق اللحمة لأنه أنا بسمع النسوان بتقول كل عم بدنا نسلق اللحمة. هي لحمة، شو هي لكان؟ يلا كمل. طيب هي مو لازم نغطيها؟ طب هيك بدك تغطيها صح. كيف بدها تستوي الرز؟ كيف بيستوي؟ نحط له مي. شكرا. طيب انت بعرفك يعني. لا 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 ليش؟ واخيرا نحط المي مع الرز بعد شي 360 تحريكة. هلا بنقوي شوي للغاز مشان دغري تنشف المي بسرعة وناكل بسرعة. طبعا يا جماعة هو عن جد ما بيعرف يطبخ، بس هلا طبعا إذا زبطت معه وعرف يطبخ هالمرة وطلعت ظريفة معه الأكلة، أنا رح ألزق فيه ويصير دائما لازم يساعدني بالطبخ. وهلا عم نستنى النتيجة النهائية. الله يستر. مستخف بقدراتي؟ هلا بتشوفي. هلا ببين معنا على التجربة. ندوق الرز إذا استوى. يمي لك شف لي شوف لي هاللقمة الطيبة. بسم الله. ان شاء الله تعيش وتساوي يا ابو حميد. شو هاد؟ بيشبه كل شيء الا رز البازاليا. والله طيب. حاولوا. تفضلوا امانة. لحرستها بشوية فلفل وملح مشان الطعمة تكون غير. يا سلام. وهلا منسقط اللحمة. يا سلام، صح الرز البازاليا ملوكي من الاخير. يا سلام، شو بتمدح حالك؟ هلا انا جرب واعطيك رايي بنقول اذا ملوكي او لا. هلا بنشوف. لا انت ما رح تقولي لي مو طيب. لا والله يمكن تقولي لي طيب، ما بعرف، مشان صير اطبخ انا. وهلا صار وقت العلامات، خلونا ندوق. انا رح ادوق اول شيء. رح تنبهري. رح انبهر حقا رح تنبهر هلا. طب اسمع قبل ايه؟ انت نسيان شغله كثير مهمه.
بس يعني شغلة كتير مهمة. المكسرات وين؟ وعلى فكرة أنت ما بتاكلها بدون مكسرات. أنا ما باكلها بدون مكسرات بس هلا كل يعطيني رأيك. لا ما بصير، وين المكسرات؟ لازم تعملي إياها كاملة. لا دوقي دوقي. لا دوقي دوقي. يلا دوقوا بابا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بسم الله الرحيم. سخنة كتير ديروا بعض. خرافية. شبكة طيبة؟ دوقوا لشوف. حطوا لي. ما فيها طعمة. والله ما فيها طعمة. هلا الحقيقة طيبة. طيبة؟ ولا لها علاقة بالرز وبازاليا. ما فيها طعمة، ما حاطت ملح. حطيت ملح هلا وقت وقت حطيت وقت حطيت الصحن. ما حطيت مع الرز. لا مع الرز لا. دوقي ماريا شو رأيك؟ ما فيها نكهة. طيبة؟ طيبة ماما عم تقول مو طيبة. يا سلام. رسبت الامتحان. هي هو عم يعترف على حاله على فكرة. بس مينا وماريا حبوا. ما هيك مينا وماريا؟ خلص خليك بشغلك أنا بطبخ. أنا مالي جوعان أصلا. الحمد لله رب العالمين. يلا يا ماما قوموا لنطلع ناكل برا. صراحة إذا بدي أعطيه علامات على هذا الصحن بعطيه 4/10. 4/10 ليك ليك. 4/10 يعني. أنتوا شفتوا الصحن. إنه ماشي الحال. أنتوا شفتوا الصحن ما شفتوا الصحن. ما في طعمة الرز ما في نكهة أبداً، البازاليا بدها شوي استوى لسه. اللحمة كمان قليل البهار تبعها يعني مو محطوط لها فلفل وملح منيح، ونسيان المكسرات وما في عنا لبن. ليش انصدمت؟ أنا بهتم بكل هاي التفاصيل وقت أنا أطبخها، وهي شو رز البازاليا؟ منيح اللي ما قلت لك محاشي. أنا كنت محاشي. شكرا يعطيك ألف عافية. عن جد عن جد انا مو خارجي طبخ، خليني قاعد على لابتوبي وعم بشتغل احسن لي من كل هالقصة. بابا انت شوي طيبة وماما كتير. انا شوي طيبة وماما كتير. هي اعتراف من الطفلة الصغيرة. طيب ليش عم تاكلي اذا طيبة شوي؟ خلص المهم طيبة شوي. ان شاء الله صحة. وانتو كمان اكتبوا لي بالتعليقات يا ترى زواجكم بتعرف تطبخ ولا لا مثل محمد؟ وهلأ صار لازم نطلع ناكل لنا لقمتين لأنه كتير جعنا. يلا باي.